باسم كنيسة العذراء بعياد بيه بشبرا سيدنا الحبيب ميافت أنبا مكاري أبونا ورعينا في أبرشية شبرا الجنوبية، باسم أعضاء مجلس الكنيسة والمرتلين والشمامسة بنقدم خالص الشكر والمحبة لأصحاب النيافة الأحبار الأجلاء نيافة أنبا أنجيلوس سكفنا المحبوب في أبرشية شبرا الشمالية، ودايما نيافة أنبا أنجيلوس موجود معانا بمحبته وبأبوته. ربنا يديم نيافته. بنشكر نيافة أنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات لتغطيتها الجناز الخاص بأبونا الحبيب أبونا تدرس. بنشكر أيضا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل، وهو من المحبين لقدس أبونا تدرس وبيعتذر لارتباطه بموعد ثابت تسجيل على الهواء، وبيقدم خالص العزاء لكل أفراد الأسرة الأحباء وعلى رأسهم أمنا ثأوفيليا. باسم دير القديس العظيم الأنبا شنود رئيس المتوحدين بسوهاج يتقدم نيافه الحبر الجليل الأنبا أولوجيوس رئيس الدير بتقديم العزاء، وقد أناب عنه الراهب القم الشنودة الشنودي. باسم الأباء المطارنة الذين أرسلوا برقيات عزاء وبصلواتهم ربنا يعزينا ويعزي كل أفراد الأسرة، نيافة أنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها، نيافة الأنبا تكلا مطران دشنة، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، نيافة الأنبا برسوم مطران صنبو وديروت، نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملاوي وأنصنة والأشمونين، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميد غمر ودقادوس، نيافة الأنبا تدرس أسقف بورسعيد، نيافة الأنبا فلوباتير أسقف أبو قرقاس، نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين الأناطر، نيافة الأنبا ماركوريوس أسقف جرجة، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، نيافة الأنبا صمويل أسقف طموه، نيافة أنبا ديوسكوروس أسقف ورئيس دير العذراء والأنبا يحنس القصير، نيافة الأنبا بشوي أسقف أسوان، نيافة الأنبا زوسيما أسقف أطفيح، نيافة الأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صمويل، نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الأنبا سيداروس أسقف عام عزبة النخل والمرج، نيافة الأنبا ماكسيموس الأسقف العام لمدينة السلام والحرفيين، نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر. وأيضا بنشكر دير أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة الأم الرئيسة طماف كيرية ومجمع دير الراهبات بمصر القديمة، تقدمون بخالص التعزية لأسرة القس تدرس بهنام وشعب الكنيسة وعلى رأسهم نيافة الحبر الجليل نيافة أنبا مكاري أسقفنا المحبوب. أيضا الشكر باسم أبونا وكيل عام البطريركية أبونا المحبوب أبونا سرجيوس باسم كل الأباء الكهنة الحضور وبعد تقبيل
ايديهم ورجليهم يسامحوني ان مش هقدر اذكر الاسماء كلها علشان ما اثقلش عليكم، انما اكتر من 20 كنيسة واباء كهنة محبين، اكتر من 50 اب كاهن حضور. ربنا يديم كهنوتكم ويديم محبتكم ويديم تعاليمكم ووجودكم اكبر عزاء لينا. شكرا لمحبتكم. ايضا بنشكر محبة الاب بيتر راعي كنيسة سان مارك بشارع البعثة على محبته، وقدم لينا كل التسهيلات عشان نقدم الكرامة اللي تليق بقدس أبونا الحبيب أبونا تدرس. شكر لمكتبة المحبة لجميع أفراد الأسرة، وبتقدم العزاء لشعب الكنيسة وكل محب أبونا تدرس نياحا لروحه الطهرة وعزاء للجميع. أيضا بنشكر أحبائنا الحضور من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، الحاج عبد الرحمن راضي ومجهوده ومحبته في هذا اليوم، وسيادة النائب محمد عبد الرحمن راضي لمحبته أيضا والتسهيلات اللي قدمها لنا، نائب جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشورى، نائب دكتور إيهاب الطماوي، دكتور حسام الدين فوزي نائب محافظة المنطقة الشمالية، مهندس حمادة رزق رئيس حي رود الفرج، لواء ناصر رضوان عضو جمعية مكتب حزب الشعب الجمهوري، لواء محمد الغرباوي مدير قطاع باحث الأمن الوطني لشمال القاهرة، سيادة العميد أحمد العاصي والمقدم محمد الجزار والمقدم أحمد حسونة الأمن الوطني، سيادة العقيد محمد شموت مفتش مباحث شمال القاهرة، سيادة العقيد وائل شرارة مأمور قسم رود الفرج، سيادة المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث رود الفرج، مستشار محمد جمعة سكرتير عام المحافظة. أيضا بنشكر أحبائنا المستشار هاني ميلاد رئيس محكمة استئناف طنطا، هو عضو مجلس كنيسة العذراء. أيضا الدكتور روماني ثابت مدير مستشفى جراحات المرج ورئيس مجلس إدارة جمعية سمرة المحبة، مستشار أيمن بديع فلتس رئيس محكمة الجنايات، والمستشار كمال فرانسيس عضو اللجنة المركزية لحزب الوفد. شكرا أيضا لعائلة الحاج عبد الموجود والأستاذ نبيل عبد الموجود بوزارة الدفاع، والأستاذ هشام عبد الموجود أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري رود الفرج. شكر لكل الأحباء اللي واجب الشكر ليهم ولضعفه، ممكن أكون ما قدمتش الشكر الواجب ليهم، كل الشكر وكل المحبة. باسم صاحب النيافة الحبر الجليل نيافة أنبا مكان، بنقدم خالص العزاء لأسرة أبونا تدرس أمنا تسوني مدام نادية شهدي وأولادها أمنا الراهبة سأوفيليا بدير الشهيد أبو سيفين والابن المبارك المهندس مايكل. نقدم العزاء لأخو أبونا تدرس أستاذ عادل بهنام، وأيضا نقدم العزاء لأستاذ كميل شهدي وإخوته، وشقيق المرحومة ميري بهنام وأولادها أستاذ جورج ناجي وإخوته. نشكر كل الأحباء، وبنشكر المهندس جون طلعت لحضوره ووجوده،
نشكركم جميعا وبنطلب ببركة الآباء الأساقفة الحضور إن ربنا يدينا حياة الاستعداد وحياة التوبة الحقيقية. أبونا تدرس حبيبنا قد نام والسيد المسيح سيوقظه. العزاء هيكون لمدة 3 أيام في الكنيسة، والنهضة في الكنيسة والصلوات مستمرة، لأن دي التعاليم اللي علمها لنا أبونا تدرس. وهنخلص النهضة بالكتير في حدود الساعة 7:15 7:30 ماكسيموم، علشان خاطر العزاء هيبدأ من الساعة 8 لحد الساعة 10 ولمدة 3 أيام حسب توجيهات سيدنا الحبيب أنبا مكاري. للسيدات مكان في القاعة جمعية ثمرة المحبة أمام الكنيسة، وصلاة الثالث في الكنيسة غدا الجمعة الساعة 11 صباحا. ويوجد أتوبيسات عند مكتبة المحبة للمدافن. ربنا يديم أبوة الآباء ويديم محبة شعب الكنيسة الأوفياء، ويعطينا أن نعيش في هذا العالم غرباء ناظرين إلى السماء للرئيس إيماننا ومكمله الرب يسوع، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.